أياً كان الطريق الذي تتبعه، إذا لم يوصلك إلى أن تكون إنساناً سعيداً، فأنت على الطريق الخطأ. أهلاً وسهلاً بكم معي، أنا ريما التقي، وعلى طريق الوعي نلتقي في وقفة مع الذات. الخوف من رفض الآخرين لك لم يكن بسبب أن الآخر من يحكم عليك، بل كنت أنت من يحكم على نفسك. أحكامنا القاسية على أنفسنا سبب لكل ضعف فينا، ولما منضعف من الداخل بيتحكم الخوف منا، ونفقد قوتنا أمام الآخرين وأمام أنفسنا، ونبدأ بالبحث عن ما يغطي هذا الضعف فينا، يمكن من خلال السعي لإرضاء الآخرين على حساب أنفسنا، ويمكن من خلال السعي للمثالية بشخصيتنا، ويمكن حتى من خلال العدائية تجاه الآخرين. كل هذا حتى نستعيد جزء من قوتنا اللي نحن فقدناها باختيارنا من دون وعي، من خلال أحكامنا القاسي على أنفسنا. نحن أغلب الوقت عم نحاسب أنفسنا بقسوي، معتقدين أننا بذلك نقومها، وعم نظلم أنفسنا بقسوي، معتقدين أننا بذلك نضحي، وعم نرفض أنفسنا بقسوي ونجملها حتى نقبلها. لكن مش عارفين أن باب عبورنا لسعادتنا هو عبر أنفسنا، وأن مفتاح نجاحك في حياتك هو حبك لنفسك، وأن سر قوتك في حياتك هو تقديرك لنفسك، وأن أي تغيير في حياتك ستقوده نفسك، فرفقاً بأنفسكم. وتذكر أنك لا تحتاج أن تعيد خلق نفسك بصورة أجمل، فالله قد فعل، فقط عد إلى حقيقتك لتدرك جمال ذاتك.